كيف ستكون برلين من دون نفرتيتي؟ ماذا لو كانت نفرتيتي ملكاً لنا جميعاً؟ ماذا لو كانت نفرتيتي لا تزال في مصر حتى اليوم؟ يعني اسم نفرتيتي جاءت الجميلة، كأنها خالدة وتتحدث إلينا. ترقد على منصة ماهبة في برلين تفتقدها مصر، تعد مصدر خلاف بين الدول منذ اكتشافها. تعد نفرتيتي محط رغبة الجميع. ظهرت فجأة في الطريق إلى مدينة العمارنة الملكية السابقة، وجدت على جانب الطريق كنسخة عملاقة تتعقب بنديكت سافوا، وهي خبيرة في الفن المنهوب أثر الملكة المصرية القديمة. إن التمثال النصفي لنفرتيتي هو أحد أشهر الأعمال الفنية في العالم. عندما أرى التمثال النصفي لنفرتيتي أفكر في عمرها المديد، ومع ذلك يبدو أنه لا توجد مسافة بينها وبيننا. إنها هناك على الرغم من عمرها، لكنها حاضرة وبقوة. تأخذنا هذه الرحلة إلى مصر. تريد بنديكت سافوا الذهاب إلى العمارنة التي تقع على نهر النيل في وسط مصر. هذا هو المكان الذي عثر فيه على تمثال نفرتيتي النصفي منذ قرن مضى. يريد مؤرخ الفن اكتشاف المزيد عن العمل الفني وتاريخه. عند التعامل مع تاريخ المتاحف وبصفتك زائراً عادياً أيضاً، يجب أن يكون المرء على دراية بمكان وجود الأشياء اليوم. توجد تماثيل نصفية لنفرتيتي وأخناتون في برلين، وتنتشر العديد من القطع الأخرى في جميع أنحاء العالم. لكنني أظن أنه من المهم أن تكون على دراية كاملة من أين أتت بالفعل، ولماذا أيضاً لم تعد موجودة اليوم. مصر في بدايات القرن العشرين، تظهر لقطات فيلم نادرة السرعة التي يتم فيها انتشار الكنوز الأكثر روعة من أرض الصحراء. أخذت الدول الأوروبية من باطن الأرض كل ما استطاعت إيجاده. اكتشف عالم الآثار الألماني لودفيك بورخارد اكتشافاً مثيراً. عثر على رأس ملكة في 6 ديسمبر عام 1912، ثم أتت إلى برلين وألقت بسحرها على الجميع. تعد النماذج المقلدة للتمثال النصفي الموجود الآن في برلين جزءاً من معالم الشارع في مصر، إذ أن النسخة الأصلية لم تعرض علناً في موطنها. لسنا متأكدين تماماً من صورها الرسمية الحقيقية، لأنه لم تنجو أو لم يعثر على أي مومياء، لكننا لا نعرف. لكن بالنسبة لنصفيها، يعتبر النصف الأول هو الأفضل، ولسوء الحظ يوجد الآن في متحف برلين في ألمانيا وليس في المتحف المصري. أما النصف الجميل الثاني فيوجد في المتحف المصري، وعلى الرغم من عدم اكتماله، لكنني أرى جمالها وبشرتها الناعمة وعينيها الرقيقتين كحلهما وشفتيها الكبيرتين وأنفها الصغير. لكن كم هي جميلة رغم أنها غير مكتملة. الفراغ والخطوط الجميلة بين أنفها وفمها، يا لروعة تفاصيله مع أنه رأس غير مكتمل. يستقطب المتحف المصري جمهوراً عالمياً لوجود تمثال نفرتيتي فيه. لدى مصر تمثال نصفي أيضاً، لا تكتمل أي جولة إرشادية من دون ذكر النصف الثاني الأكثر إثارة للإعجاب في برلين.
ربما تمثال نفرتيتي في القاهرة تنقصه اللمسات الأخيرة، مثل الرسم الجميل والتاج الأزرق الشهير. لكن يعد التعبير الفني للرأس واضحاً لأي شخص يقف أمامه. تعتبر نفرتيتي شخصية مميزة وخالدة ومعاصرة. الآن هذا تمثال لرأس جدتنا الملكة نفرتيتي. إنها المرأة الجميلة الموجودة أيضاً في متحف برلين اليوم. إن حلم عمري أن أرى رأس نفرتيتي في مصر. سيكون بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لي، لأنني لم أرها في حياتي أبداً، فهذا شيء سيجعلني أشعر بالسعادة حقاً لرؤيته. لذلك آمل أن تعود إلى مصر يوماً ما حتى أتمكن من رؤيتها. أعلم أننا قمنا بجولات لتوت عنخ آمون في جميع أنحاء العالم، وبذلك رأى العالم كله هذه المجموعة. وبصفتي مرشداً سياحياً مصرياً، أود أن أرى رأس نفرتيتي في مصر على الأقل لمرة واحدة. أنا مصرية ونفرتيتي مصرية، فده اللي رابط بيننا، بلدنا واحدة، هو ده اللي بيربط بيننا. ممكن فعلاً نكون من أحفاد نفرتيتي، بس إحنا على الأقل أنا نفس البلد وهي نفس البلد، مصريين زي بعض. أكيد أتمنى أن رأس نفرتيتي تيجي للمتحف المصري وتنضم لمجموعة المتحف المصري، ده فعلاً شيء أنا أتمناه. جزيرة المتاحف في برلين. افتتح ملوك بروسيا متاحف كبيرة هنا، نافسوا بها الدول الأخرى بأفضل مجموعة، إذ أنهم جمعوا هذه القطع من أنحاء العالم. يعد التمثال النصفي لنفرتيتي من أهم المعالم السياحية، إذ إن جميع الناس الذين يزورون برلين يزورون أيضاً تمثال الملكة المصرية، وهو القطعة الأشهر في جزيرة المتاحف. ملئت قاعات المتحف الجديد بصناديق لا تحصى لآثار الفن الفرعوني القديم، ويصل بنا هذا الطريق نحو صندوق عرض الملكة نفرتيتي. إنها كالنجمة على منصتها، هكذا تقف الأيقونة ثابتة على قاعدتها في برلين. هل سيسمح لها بالبقاء أم ستضطر إلى المغادرة؟ إنه جدال مستمر منذ ما يربو على 100 عام. هيرمان بارزينجر رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي: بالتأكيد لم يكن هناك ادعاء رسمي من الحكومة المصرية حتى اليوم. صدرت تصريحات لعدة سفراء مصريين هنا في ألمانيا قالوا إن نفرتيتي إعلان رائع للثقافة المصرية، وإنها أفضل سفيرة يمكن تخيلها لمصر وللثقافة المصرية. هناك وجهات نظر مختلفة جدا، وطبعا من المهم في نظرنا أيضا أن ترى مصر والسفارة المصرية هذا المتحف ليس فقط مع نفرتيتي، ولكن أيضا مع شهود آخرين عن الثقافة المصرية القديمة. أقامت السفارة المصرية من حين لآخر حفلات استقبال هنا أيضاً، أعتقد أنه تعاون مهم جداً. نتولى مهمة الحفاظ على هذه القطع من الثقافة العالمية الموجودة هنا، يجب علينا حمايتها جيداً والحفاظ عليها وصيانتها بأفضل ما يمكننا، وبالتالي فإن النقل غير وارد من وجهة نظري على الأقل. نحت منذ 3300 عام. إن التمثال النصفي مصنوع من حجر الجير ومغطى بطبقة من الجص. يشك البعض في أنه كان مجرد نموذج لصنع مزيد من العينات من الحجر. يقترح آخرون أنه كان مخصصاً لوضعه في المزار. إن التاج الأزرق الشهير مطلي بمسحوق زجاجي ملون، وهنالك اقتراح للباس. تعتبر أجمل امرأة في العالم، إنها واقعية وأسرة في الوقت نفسه. لا قيمة لمادة حجر الجير المطلي التي صنعت منها، ومع ذلك فقد أمن عليها قبل بضع سنوات مقابل 400 مليون يورو. لكن من يملك ذلك الجمال؟ يدرس تاريخ الفن في الجامعة التقنية في برلين بطريقة مختلفة، وتعيد الأستاذ بنديكت سافوا بناء مسارات الفن. كيف وصلت القطع من إفريقيا إلى المتاحف الأوروبية؟
إنها تدعو إلى الشفافية المطلقة للمجموعات العامة، ومن خلال القيام بذلك فإنها تعمل على زعزعة الصورة التقليدية لهذه المؤسسات العريقة. إذا نظرت إلى النقاش الحالي وقرأت ما تريده البلدان الإفريقية مثلاً، فسيكون موقف الأوروبيين رفض ذلك واعتباره أمراً قومياً. لم يقتصر الجدل حول الفن المنهوب على النخب الأكاديمية، حتى هوليوود اشتركت في هذا الجدل، كفيلم الأبراج الصينية لجاكي شان لعام 2012، أو فيلم النمر الأسود من عالم مارفل. هذه القطع ليست للبيع. كيف تعتقدين أن أسلافك حصلوا عليها؟ أتعتقدين دفعوا الثمن المناسب أم أخذوها كما أخذوا كل شيء؟ مظاهرات كثيرة حول ما سرق في السنوات الماضية. سرق أجدادي أشياء لا تخصهم أثناء الحرب في السنوات الماضية. في كل مرة أنظر فيها إلى تلك القطع البرونزية أفكر بأنه لا ينبغي أن يمتلكها شخص أو شخصان. ما لا تفعله المتاحف عادة ولم تفعله قط هو أنها لا تذكر من أين حصلت على القطع، وعندما تبدأ في الاهتمام بكيفية وصول هذا التمثال النصفي المصري أو ذلك التابوت الحجري أو كيف أتى إفريز البارثينون إلى لندن من أثينا، أو حتى كيف وصلت القطع الأثرية إلى متحف اللوفر من إيران والعراق اليوم، تدرك إذن أنها لم تلقى من مروحية أمام المتاحف في يوم رائع، بل تلعب علاقات القوى الجيوسياسية العالمية دوراً في كل ذلك. عندها فقط يدرك المرء أن الواجهة الذهبية المتلألئة للمتاحف لا تمثل إلا جانباً واحداً. لكن إن نظرت جيداً وبتعمق للجانب الآخر فسترى قصصاً كثيرة لها علاقة بالعنف والنهب والإذلال. من المهم في نظري أن يذكر الجانب الآخر أيضاً حول كيفية استخدام متاحفنا وإدارتها، وماذا نعلم أطفالنا في هذه المتاحف، وأيضاً كيف ننظر نحن كمجتمع إلى أنفسنا في هذه المتاحف الرائعة، لأنه في الواقع كل ذلك بالطبع له ثمن. إذن سنفتح الخريطة لك حتى تتمكني من رؤية عناصر المنزل. يمكنك أن تري هنا مدخل المنزل، وعادة ما يكون تصميم منازل تل العمارنة نفسه. وفي هذه الغرفة وجد بورخارد التمثال النصفي لنفرتيتي. من المفروض أن يكون نعم سيكون في هذا الموقع، لأن بورخارد عمل هنا من العام 1910 حتى العام 1914 في شبكة كبيرة ممتدة على طول 200 متر وعرض 200 متر. اكتشف بعض المنازل حول منزل تحتمس، لكن أهم اكتشاف كان في عام 1912، إنه التمثال النصفي لنفرتيتي وبعض الأشياء الأخرى التي توجد الآن في متحف برلين. وجد في هذه الغرفة بالضبط، ونعرف أن تمثال نفرتيتي كان هنا في هذه البقعة في هذا المكان. هل تقصد هذا المكان؟ هذا البيت هو. رقم 47 على 2 باء، الغرفة رقم 19، في 6 ديسمبر من العام 1912، ويذكر هنا أنه تمثال نصفي مطلي للملكة مع باروكة مقصوصة بعناية وأجزاء من اللحم صفراء محمرة وشفاه حمراء وفتحات أنف شديدة العمق وعينين إحداهما مفقودة وأذنين متضخمتين وعضلات رقبة واضحة للغاية وتجعيدين ممتدين من الزاوية الداخلية للعين إلى الأسفل وغيرها. علق عالم الآثار الألماني لودفيغ بورخارد بجدية على اكتشافه المذهل في مجلة التنقيب، وقال إنه كان يتوقع أن ينجح بذلك، وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لإعطاء نفرتيتي للألماني إلى الأبد حين تم تقسيم ذاك الاكتشاف.
يعثر الحفارون على العديد من الأشياء الثمينة أثناء ورشة النحت في هذا الموقع. مول الراعي جيمس سيمون عمليات التنقيب هذه. تحتوي مذكرات عمليات التنقيب في أرشيف المتحف المصري في برلين على مخطط بورخارد للغرفة التي عثر فيها على تمثال نفرتيتي. وبعد بضع صفحات نجد رسماً صغيراً لاكتشاف القرن. تعمل الألوان التي نضعها بشكل ممتاز ولا فائدة من الوصف، انظر إليه. أريد أن أعرف ما إذا كنت حزيناً على حقيقة أن كل ما عثر عليه في تل العمارنة كنفرتيتي وأخناتون وغيرها موجود الآن في برلين. بالطبع أنا حزين على تمثال نفرتيتي، آمل أن تعود كل القطع وخصوصاً القطع الأثرية المهمة الموجودة في المتاحف الأجنبية خارج مصر إلى الوطن الأم مصر. سيكون ذلك أفضل للمصريين والمجتمع وللتراث أيضاً. ولدت هنا في العمارنة في الضفة الغربية بالقرب من العبارة مباشرة. اعتدت على رؤية السياح والآثار منذ أن كنت صغيراً، وبدأت عملي عالم آثار ومفتشاً. إنني أحب هذا العمل، لذا أحاول أن أبذل قصارى جهدي لخدمة هذا المجال وخدمة هذا الاختصاص. سيكون من الجيد أن يقوم الناس بذلك في المستقبل، وأعتقد أنه سيعود بالنفع على التراث المصري وآثاره. في الواقع لا يتيح لي وجودي هنا معرفة المزيد حول كيفية عمل لودفيك بورتخارد نيابة عن الجمعية الشرقية الألمانية في ذلك الوقت، ولكنه يعطيني إحساساً بكيفية توزيع المهام هنا. حوالي العام 1900 كانت بريطانيا العظمى مسؤولة عن البنية التحتية، لكن لطالما كانت إدارة الآثار في يد الفرنسيين، حتى أن فرنسا اعتبرت مصر ابنتها في ذلك الوقت، وفعلت ذلك منذ عهد نابليون. في الحقيقة أنا أشعر بامتياز كبير كوني قادرة على إحياء معارف تلك الفترة. ما الذي حدث حقاً في مصر حين ذاك؟ تسافر بنديكت سافوا إلى باريس. يضم معهد فرنسا اليوم الوثائق التاريخية لدائرة الآثار الفرنسية. ما المعلومات التي يخبرنا إياها الأرشيف عن اكتشاف آثار مصرية تحت راية الفرنسيين؟ منحت رخصة الحفر من قبل الفرنسيين. تطلع بنديكت سافوا على المراسلات التاريخية التي جرت بين عالم الآثار الألماني لودفيك بورخارد والإداريين الفرنسيين في غرفة القراءة الكبيرة، واستنتجت من الرسائل كيف اكتشف تمثال نفرتيتي وكيف وصلت إلى برلين في النهاية. تعد أحداث ميدان التحرير في العام 2011 المحفز الأول لأبحاثها. في الوقت الذي أطلق عليه الربيع العربي، وهو لحظة الحماس للديمقراطية من خلال مظاهرات الشباب في ميدان التحرير، أيقظ ذلك الرغبة داخلي للمساهمة في حركتهم الديمقراطية، وربما قمت بذلك بسذاجة بدافع التضامن العفوي. أردت أن أخبرهم بالمعلومات التي تتعلق بكيفية وصول تمثال نفرتيتي إلى برلين. إن نفرتيتي مهمة جداً للذاكرة الجماعية لمصر. وصل التمثال النصفي إلى برلين في وقت لم تكن مصر فيه مستقلة. يوجد تاريخ حافل وراء علاقة مصر وفرنسا.
أصبحت الدولة الواقعة على النيل فجأة محط اهتمام الأوروبيين أثناء حملة نابليون على مصر عام 1798 ومعركة الأهرامات. كان من المقرر أن تصبح مصر مقاطعة فرنسية، لكن باءت هذه الحملة بالفشل وبقيت فقط العلاقة الوثيقة مع فرنسا. لا يزال الأثر الفرنسي بادياً على معالم مدينة القاهرة حتى اليوم. صممت منطقة البورصة على غرار باريس في القرن 19. كانت مصر رسمياً تحت السيطرة البريطانية قبل 110 سنوات، ولم تصبح البلاد مملكة مستقلة حتى عام 1922. قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، يجب أن يتخيل المرء أن مصر مقسمة، إذ إن كل شيء فوق الأرض كان ملكاً لإنجلترا، لأن مصر كانت تحت وصاية بريطانيا، وكانت كل الطرق وإمدادات المياه والمدن تحت الإدارة البريطانية، وكان كل شيء في باطن الأرض تحت سيطرة فرنسا، لأن إدارة الآثار المصرية كانت في أيدي الفرنسيين لعدة عقود، وبالتالي أدى هذا الانقسام إلى حقيقة أن المصريين لم يكن لهم أي رأي بكل ما يوجد في باطن الأرض، إذ إن علم المصريات لم يكن قد وجد بعد. حزمت وسلبت. أخذت الآثار المتعلقة بالثقافة المصرية القديمة جميعها في صناديق إلى كل من باريس ولندن وبرلين ونيويورك. أصدرت دائرة الآثار الفرنسية قانوناً جديداً في عام 1912، ورد فيه أنه يجب تقسيم الاكتشافات بالضبط كالتالي: النصف الأول لمصر والنصف الآخر لممول عمليات التنقيب. رفض لودفيك بورخارد هذا التقسيم، وكتب رسالة إلى المدير العام لهيئة الآثار المصرية. عزيزي السيد المدير العام، كان السيد ليفيفر هنا اليوم وقسم اكتشافات هذا العام. كان تنفيذ التقسيم الدقيق محرجاً بشكل واضح بالنسبة له، لكنه حرص بطريقة ودية على عدم الإضرار بالمصالح العلمية كثيراً. ومع ذلك فإن تقسيم الاكتشافات المرتبطة مع بعضها ليس خطأ، وإنما ذلك بسبب عمليات الابتكار التي نأسف كلانا عليها وفق ما أعرف. ما منح لممول عمليات التنقيب جيمس سيمون من قبل قسم الاكتشاف في عام 1913 يوجد الآن في مؤسسة التراث الثقافي البروسي في برلين. إنه التمثال الحساس للملكة في رداء رقيق. العديد من الأعمال عبارة عن نماذج عمل وعينات غير مكتملة من ورشة النحات، لكن لا يشبه أي شيء تمثال الملكة الملون من حيث التأثير. كما أن هناك أساطير مرتبطة بأخذ نفرتيتي في الواقع، ويقال إن بورخارد كان مخادعاً. وضعت نفرتيتي سراً وبشكل يكاد يكون غير مرئي في الجزء الألماني للاكتشافات. يظهر التوثيق الفوتوغرافي الدقيق في الموقع عكس هذا. هل لطخ التمثال بالطين لإخفاء قيمته؟ هل صدرت بشكل غير قانوني في نهاية المطاف؟ لا يعتبر هذا الأمر قانونياً، هذا ما كان عليه الحال في ذلك الوقت. لا يمكن للمرء أن يقول إنه كان سرقة. لطخت نفرتيتي بالطين ووضعت في صندوق من الورق المقوى في زاوية مظلمة حيث لا يوجد ضوء. هذا مجرد هراء، لكن هنالك نصف دزينة من الصور الرائعة الملتقطة من زوايا مختلفة. عند تسليم نفرتيتي وعندما تنظر إليها ستقول حتماً هكذا كان الحال في ذلك الوقت، وأعتقد أنه عليك قبول ذلك.
لدينا طرق للتطور إلى المستقبل، لكن لا أعتقد أن الطريق الصحيح هو طمس التاريخ كلياً. توجد نفرتيتي في متحف نويس نتيجة لخطأ تاريخي، ولا يمكننا تغيير التاريخ لأنه أصبح خلفنا، لكن يمكننا تصحيح هذا الخطأ. إن التزام مونيكا حنا بحماية التراث الثقافي العالمي أكسبها سمعة دولية نتيجة لأبحاثها في الأرشيف المصري، فإن مونيكا مقتنعة بأن القانون المعمول به عند تقسيم الاكتشافات في العام 1913 قد انتهك. أعتقد أنه وفقاً للقانون الذي تم تطبيقه في عام 1912 لم يسمح بإخراج أي تحف من مصر، وحتى لو نفذوا التقاسم المتنازع عليه لكان لمصر الحق في أن تعيد للمنقبين الأموال التي دفعت أثناء التنقيب مقابل تلك التحف. وكون بورخارد عضواً في اللجنة التي كان من المفترض أن تحمي تراث مصر كان يجب أن يعرف ذلك، وإنه بالتأكيد كان يعرف ذلك، وربما حاول إخفاء نفرتيتي بطريقة لا يشك بها المسؤولون المصريون. زاهي حواس عالم في الآثار المصرية ودائماً ما يؤخذ برأيه. كان العالم البارع في وسائل الإعلام وجهاً لعلم الآثار المصري على مدى عقود. خلال الفترة التي قضاها رئيساً لدائرة الآثار عرف القادة والمشاهير إلى حضارة مصر المتقدمة. إنه يناضل من أجل استعادة التراث الثقافي المصري من الخارج، كما أنه يشكك في شرعية تقسيم المكتشفات. كيف يمكن للأجنبي أن يتخذ قرارات بشأن قوانين مصر؟ كان القانون صارماً في ذلك الوقت، إذا اكتشفت قبراً سليماً فلا يمكنك إخراجه من مصر، إذا اكتشفت تمثالاً لملك أو ملكة مصنوعاً من حجر الجير فلا يمكنك إخراجه من مصر، كان ذلك هو القانون السائد حينها، كيف يريدون تغيير القانون؟ ليس لديهم الحق في فعل ذلك. كان هناك تغير في المواقف بين مصر وألمانيا منذ سنوات عدة، يشكل الباحث في الأمور الإفريقية في هامبورغ يورغن زيمرر أحد الأصوات في جدال ما بعد الاستعمار. إنه يدرس أهمية الاستعمار بالنسبة للمجتمع الألماني، ويطالب بتوضيح التاريخ العنيف للرايخ الألماني بشكل شامل وواضح. يعد أمراً غير مقبول من الناحية الأخلاقية، إنه لأمر مثير للشفقة أن يعود المرء إليه ويقول إنه كان مسموحاً في ذلك الوقت، لكن الأقوى كان يفرض سيطرته في ظل الاحتلال. يعني تقسيم المكتشفات أن الحكام الأوروبيين الأجانب في مصر منحوا أنفسهم الحق في إخراج الآثار المصرية من البلاد. إذا لم تعرف ماضيك فلن تعرف مستقبلك أبداً، وبالتالي يجب علينا التعرف على الفراعنة، أولئك الأشخاص الذين حكموا مستخدمين الرياضيات والعدالة والحقيقة، ولهذا وصلوا إلى القمة في كل المجالات. كما أن مصر بنيت على مبدأ الإيمان بالآخرة، لأن ذلك الإيمان جعلهم يتركون لنا هذه الحضارة العظيمة. الوعي الأثري زاد لدى المصريين، الإعلام حديث الإعلام باستمرار عن الآثار والافتتاحات أو المشاريع التي تتم في المتاحف أو المناطق الأثرية، الاكتشافات الحديثة، كل ده زود الوعي الأثري للمصريين. أيضاً موكب المومياوات الذي شاهده العالم تقريباً أيضاً زاد من الوعي الأثري لدى المصريين، وزود حبهم لزيارة المتاحف. فزيادة الوعي الأثري من خلال الإعلام أو السوشيال ميديا أيضاً بتلعب دور في زيادة الوعي الأثري. هنا في ميدان التحرير حيث حدث ما يسمى بالربيع العربي في العام 2011، نظمت الحكومات في مصر مشهداً إعلامياً بعد 10 سنوات، نقلت فيه مومياوات 22 ملكاً وملكة إلى المتحف المصري الكبير الجديد.
يجب محو ذكرى التمرد والمظاهرات في ميدان التحرير. يلعب المتحف المصري دوراً مهماً في هذا، يستفيد الناس من المعروضات الجديدة. أصبحت الثقافة المصرية القديمة رائجة فجأة، تحاول مجموعات من الناس في كل مكان معرفة فن وثقافة أسلافهم. أصبح زيارة المتحف الآن إلزامية للصفوف المدرسية. يجب أن يكون المبنى مكاناً مفتوحاً، مكاناً يمكن للناس فيه الاحتكاك بتراثهم. المتحف لابد أن يكون مكان للبحث والدراسة وأيضاً استمتاع الزائرين بالقطع الأثرية والتعلم، التعلم من خلال أقسام التربية المتحفية التي تقدم الورش العمل للأطفال اللي بيجوا للمتحف المصري، المدارس، مختلف فئات المجتمع اللي بيجوا للمتحف المصري. المتحف مفتوح لكل فئات المجتمع من المصريين طبعاً والأجانب بالزائرين اللي بيجوا للمتحف المصري، وبيقدم أنشطة مختلفة في مجال التربية المتحفية من خلال زيارات المدارس، ورش فنية بتقدم ليهم، التعرف على مختلف جوانب الحضارة المصرية القديمة. أظن أن هذه ليست دعوة لاستعادة جميع القطع المصرية الموجودة في المتاحف الغربية، بل إنها دعوة لاستعادة ما هو مهم للماضي المصري. نعم، وكما قلت، أعتقد أن شفافية حقائق الوثائق والمحفوظات التاريخية هي الأهم، لأنه إذا لم تكن لديك هذه الشفافية فبإمكانك تأليف روايات غريبة تماماً. مثل إهمال المصريين للثقافة أو عدم اهتمام الأفارقة للفن. لا أعتقد أنه إهمال. نعم، أعتقد أن عشقي لنفرتيتي يعود إلى زمن بعيد. أنا أساساً من تل العمارنة، ينتمي أبي لأبي قرقاص، لذلك نشأت على صورة أن مدينتي هي مدينة الملكة المفقودة. يمكنك رؤية صور التماثيل النصفية في كل مكان، يمكنك رؤية نماذج مقلدة في كل مكان، لكن التمثال الأصلي ليس هنا. تحول عمل فني إلى أيقونة من صنعنا، جعلت عدة أجيال من هذه القطعة التي صنعت بشكل محكم أسطورة، ثم غيرت جميع الأجيال اللاحقة القطعة وجعلت مكانتها أكثر مما كانت عليه من قبل. يمكن أن يكون جميلاً أو ساحراً أو ممتعاً أو حتى مفيداً، ولكن لكي تتحول إلى أيقونة يجب أن يحدث شيء آخر. عادة ما يكون هذا الشيء الآخر نتيجة الاحتكاك بين أولئك الذين يمتلكون القطعة وأولئك الذين فقدوها، وهكذا تصبح القطعة شيئاً آخر غير ما كانت عليه في الأصل. يبدو أن كل جيل اتخذ من تمثال نفرتيتي الأيقوني رمزاً لأفكاره الخاصة. أصبح التمثال رمزاً للمقاومة ضد العنف في مصر في العام 2011. لكن من كانت نفرتيتي في عصرها؟ هنا يمكنك رؤية الملك أخناتون جالساً، والملكة نفرتيتي تقدم الشراب له، ويبدو أن هنالك أوراق زهور مع الشراب. ونرى البنات وراء نفرتيتي، نجد هنا نفرتيتي وخمسة خراطيش، اثنين لآتون واثنين لأخناتون وواحدة لنفرتيتي. كما نعلم أن أخناتون أطلق اسماً على إلهه وقد سماه كما يلي: عنخ رحو رختي، حعي إم آخد، إمر إمشو إمكي إم أتني. وهذا الاسم يعني أن هذا الإله يشرق من الأفق.
تحمل يد نفرتيتي وعاءً يتدفق السائل منه. لا يمكن تخمين التفاصيل إلا من النقوش التي يبلغ عمرها 3300 عام. استمرت إقامة الملوك في تل العمارنة تقريباً حوالي عقدين. لم تقدم هاتان اليدان لمحة عن الحياة الملكية الخاصة، توضح الإيماءات إلى حد ما منظراً دينياً عالمياً. إنه الثالوث أخناتون نفرتيتي والإله أتون. يظهر المشهد العائلي في متحف برلين هذا الثالوث. نفرتيتي وإحدى بناتها في حجرها. إن مكانة نفرتيتي تكاد تكون مساوية لزوجها الفرعون أخناتون. عندما تنظر إلى ذلك المشهد العائلي وترى هذه الرابطة الحميمية الفعلية بين أفراد العائلة، تجد أنها مقصودة فعلاً، وهذا الحنان مقصود أيضاً، لأن الحب وكلمة ميزة هذه يلعبان دوراً كبيراً، لكنها ليست مجرد صورة عائلية جميلة. دعنا نقل إنها لقطة من الحياة اليومية الملكية، ولكن يوجد خلفها أيضاً هذا البيان اللاهوتي آتون الذي يتفوق على كل شيء، الذي تنتهي أشعته عمداً في أيدٍ صغيرة، لأنه كيف للمرء أن يمثل أن الضوء يخلق شيئاً ما؟ لذلك فمن العبقري أن يمثل المرء الأشعة بطريقة تنتهي بأيدٍ تبارك. انظروا إلى هذا المشهد، وهو مشهد مهم وجميل للغاية، مشهد للعائلة الملكية، حيث لأول مرة يمكننا أن نشاهد بنات الملك أخناتون الخمس، مريت أتون وميكت أتون وعنخ إسنبي أتون وهي زوجة توت عنخ آمون ونفر نفروتا ونفر نفرورا، ونستطيع أن نرى قرص الشمس يصدر الأشعة ويدي الشمس تمسك مهد الحياة، لأنهم كانوا يعتقدون أن مهد الحياة يعطى للملك توت عنخ وللعائلة الملكية، لأنهم اعتقدوا أن الشمس هي السبب في منح الحياة لكل إنسان. بعد وقت قصير من اكتشاف تمثال نصفي لنفرتيتي، وجدت الملكة نفسها في قلب التشابكات السياسية، إذ نشأ صراع قوي بين مصر وفرنسا وألمانيا. اكتشفت بنديكت سافوا مجموعة من الوثائق خلال بحثها في باريس. إنه ملف نفرتيتي الذي يعود لعشرينات القرن الماضي. إن الصراع على مكان وجود التمثال النصفي والذي يستمر حتى يومنا هذا هو نتيجة العداء الفرنسي الألماني بعد الحرب العالمية الأولى. إنها تبحث مجدداً عن السبب الكامن وراء تملك التمثال النصفي قبل 100 عام في الرسائل والمقالات الصحفية القديمة. لم تعرض الفاتنة المصرية للجمهور إلا في عام 1924 في قاعة مصممة خصيصاً في المتحف الجديد، حيث أثارت الصور التي تم تداولها مسبقاً الفضول والحماس، وأن رؤية الملكة تثير الرغبة. ندم الفرنسيون على كرمهم في ترك التمثال للألمان في وقت تقسيم الاكتشاف. إذا لم يعد تمثال نفرتيتي إلى القاهرة، فلن يحصل الألمان والبروسيون وبرلين على إذن بالحفر مرة أخرى. لن يحصلوا على تصريح إذا لم تعد نفرتيتي. في رأيي ينبع هذا التهديد من الكراهية الموجودة لدى الجانب الفرنسي تجاه علم المصريات الألماني، وبذلك فإنهم يتنازعون نيابة عن المصريين وعن تراثهم الثقافي. في الواقع اتفق الألمان والفرنسيون على صفقة تنص على ذهاب تمثالين من القاهرة إلى برلين مقابل التمثال النصفي. أحدهما هو تمثال رانوفر، وهو مسؤول قضائي بارز ويعد مثالاً رئيسياً للفن المصري القديم، لكنه ليس جميلاً جداً. يسخر رسامو الكاريكاتير على الفور من هذا التبادل،
كانوا قلقين للغاية من أن التمثال النصفي لن يبقى في حوزتهم إلى الأبد. على أي حال، شرع فنان في صنع نسخة عن التمثال في العام 1926، وكان من المفترض أن يصبح أكثر كمالاً من التمثال الأصلي. كاد ذلك التبادل يحدث، وحدد موعد لاستعادته بالفعل، ولكن في العام 1933 تدخل هتلر في اللحظة الأخيرة وأوقف هذا المشروع الذي اتفق عليه خلال فترة جمهورية فايمار. كتبت الصحافة أنه وقع في حب الملكة نفرتيتي. خطط هتلر لبناء مبنى منفصل للتمثال النصفي، متحف شرقي مقابل جزيرة المتاحف الحالية. أجهضت الحرب العالمية الثانية تلك الخطط. نقل التمثال مجدداً وأخفي في مخبأ مضاد للطائرات من أجل حمايته. بعد مرور عقود ومع إعادة تصميم جزيرة المتاحف، عاد تمثال نفرتيتي إلى مكانه الذي وضع فيه بعد الاستيلاء عليه، عاد إلى المتحف الجديد. يعرض سكان برلين اليوم فرعونتهم وفقاً لجميع قواعد فن المتحف الأوروبي. إنه يعرض على أنه نقطة جذب ضخمة. لكن ما بقي مخفياً هو التاريخ الحافل بالأحداث لرحلتها الطويلة. ستسمع شباب مصر يقولون: نعم بالطبع نتمنى هذا الشيء دائما، لكن من ناحية أخرى ترى أيضا أن هذه الشخصية التي تمتلكها هنا بوصفها سفيرة ونالت مكانة مميزة جدا، لأنها تعكس ثقافتين معا، ويعد هذا الأمر أمرا غير عادي أبداً. تغضبني جداً هذه الحجة التي تعتبر نفرتيتي سفيرة، لأن وجود السفير يتطلب تبادلاً دبلوماسياً، فأنا لم أرى دولة ترسل سفيراً فقط ولا تستقبل سفيراً. أين هو تاج فريدريك العظيم؟ أيوجد في القاهرة؟ إنه ليس هنا. أين يوجد تمثال ألبريشت دورر الألماني؟ لا يوجد هنا. لذلك من السخف قول ذلك عن نفرتيتي، فأنتم لا تكلمون طفلاً صغيراً. في نظري كانت نفرتيتي رمزاً لمظالم نوع من سياسات التمثيل التي اعتمدتها دول الشمال على مدى السنوات الماضية بسبب الإمبريالية، وكانت محاولة لجعل هذه الأيقونة تروي قصة مختلفة. لا يتعلق الأمر بنفرتيتي فقط حينها أو الآن، بل إن الأمر أكثر من مجرد رواية. أعتقد بالتأكيد أننا نحتاج لتوضيح مسألة ملكية تمثال نفرتيتي. ليس الهدف هنا تحديد مكان عرضي أو موقع نفرتيتي أو الأشياء الأخرى، بل يجب أيضاً توضيح من هو المسؤول الذي يحدد مكانها. وفي معظم الحالات هذا هو ما سندعوه بطبيعة الحال مجتمعات المنشأ. طورت نورا البدري صورة افتراضية لنفرتيتي من أجل مشروع فني باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد. وضعت البيانات الرقمية لعملية المسح هذه على الإنترنت في العام 2015. جذب ذلك اهتماماً كبيراً وانتشرت في جميع أنحاء العالم. وأثار ذلك النقاش مجدداً. من يملك نفرتيتي؟ من لديه القدرة على التحكم في الأشياء؟
لماذا هذا التشبث بالمواقف الإمبراطورية القديمة والتمسك أيضاً بذروة المشاعر؟ ما أراه أو يمكنني ملاحظته في الوقت الحالي هو انقراض الأشياء أو تنقلها، والذي يحدث غالباً بشكل نظري إلى حد ما، ويتم تنفيذه أيضاً في الحالات الفردية. لكن في النهاية يجب ألا تنتمي هذه الأشياء إلى هذه المؤسسات التي تعتبر شديدة العنف في دول الشمال، وألا تسيطر عليها أبداً، وإلا فإنه لن يتغير شيء. يقف المبنى الجديد الضخم للمتحف المصري الكبير على مسافة قصيرة جداً من الأهرامات العظيمة. قبل فترة طويلة من الافتتاح الكبير، وضعت مجموعة كبيرة من اللافتات في الشوارع لزوار القاهرة للترويج لذلك المشروع الضخم. إن الأمل كبيرة. تؤكد مصر اليوم على أهمية الماضي الفرعوني للبلاد من خلال المتحف المصري الكبير. كان من المهم جداً لدينا أن نظهر للعالم أننا نهتم بجمهورنا ونعرض آثارنا في حالة رائعة. وفي الواقع أتذكر أنني أجريت نقاشاً مع مدير معهد جيتي ومدير متحف فيينا للفنون. قالوا إنه يجب عدم إرسال القطع الأثرية إلى البلدان التي ليس لديها متاحف جيدة. حدث ذلك في المناظرات الطلابية في جامعة أوكسفورد، وأخبرتهم أن لدينا متاحف في مصر الآن أفضل من أي متحف في أي مكان في أوروبا أو أمريكا. على الرغم من أننا بحاجة إلى المال للعيش، لكننا نحافظ على آثارنا. يجب أن أشير إلى أن هذا النقاش الذي يدور حول ما يجب أن يحتويه كل متحف غير ضروري لم تكن مرحلة سهلة، إذ تغير المجتمع بأسره في السنوات الخمس إلى العشر الماضية. إن الفرصة العظيمة التي تمتلكها المتاحف والمؤسسات الثقافية اليوم هي أنه يتعين علينا حقاً العمل معاً في عالم متشابك على نحو متزايد. إن الهدف الآن هو تطوير طريقة نحو المستقبل الذي أؤمن به. إذا أعدنا بعض الأشياء وحسب، فلم يتحقق الهدف بالنسبة لي. يخضع المتحف للاختبار بصفته مؤسسة بعد 200 عام. حاضت الموضوعات الجديدة كرد الحقوق والمشاركة وإنهاء الاستعمار على إعادة التفكير. يكون التركيز في الجزء الأكبر على العمل الفني فقط، لكن غالباً ما تظل العلاقات المتعددة مخفية. نحتاج مفهوماً جديداً للمتاحف تماماً، وهو ألا تستعرض المتاحف العظمة، سواء كانت عظمة الأعمال الفنية أو الرعاية التي تسهل وجود تلك الأشياء في برلين أو باريس أو حتى في لندن. ولكن بدلاً من ذلك، ركز بدقة على تاريخ الاستغلال هذا وتاريخ هذه العلاقة الاستعمارية. باختصار، إننا نحتاج إلى مفهوم جديد تماماً عن المتاحف، إذ أنه لم تعد المتاحف الأصلية مهمة على الإطلاق. تسبقهم نورا البدري بخطوة واحدة على الأقل، ويعتبر التمثال الذي صنعته لنفرتيتي ملكاً للجميع. عادت إلى مصر وسافرت إلى الصحراء حاملة معها نسختها ثلاثية الأبعاد، لكنها لم تكتفي بذلك، بل دفنت الفنانة تمثالها النصفية في الرمال. في النهاية إنه تمثال بلاستيكي ثلاثي الأبعاد وسيبقى لألاف السنين، ما يعني أنه يعثر على هذا التمثال النصفي في غضون 10 سنوات في مكان ما هناك في الصحراء، أو حتى بعد 3000 سنة. وهذا يتعلق بنوع من الحركة المناهضة لهذه النزعة الدائمة في استخراج كل شيء والرغبة في امتلاكه. في حالي كان السؤال الذي يطرح نفسه حول ما إذا كان يجب إعادة تمثال نفرتيتي أم لا، فستكون إجابتي أنه يجب أن نتعامل مع طلبات الاسترداد على محمل الجد،
ويجب أن نتعلم الاستماع. إنها ليست مطالب سياسية، يجب أن نراها كحاجة ثقافية، إنه مطلب ثقافي. ستكون نقطة الانطلاق هي أخذ هذه المطالب على محمل الجد. لا توجد إجابات سهلة عند الحديث عن التراث الثقافي. تجاهل أصحاب القطع غالباً مطالب الإعادة حتى الآن. لهذا السبب فقط، نحن على الدوام نحتاج إلى أخلاق جديدة في علاقاتنا.